حياكم الله مشاهدينا الكرام وبحلقة جديدة من برنامج 52 دقيقة. حلقتنا اليوم راح تكون مميزة ومختلفة عن باقي الحلقات. اليوم احنا راح ننقل لكم ساعة كاملة من برنامج 52 دقيقة، وراح نكون ويا اخواننا من الطائفة الصابع المندائيين. طبعا هم جزء لا يتجزأ من عراقنا الحبيب، وهم اهلنا وناسنا، واليوم احنا متواجدين هنا حتى نتعرف عن تفاصيل طريقتهم باحتفالهم بهذه الأعياد، وايضا ننقل لكم طقوس واجواء مختلفه، وكل هذا راح نتعرف عليه من خلال حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا ويانا. بداية نرحب بقناة السومرية العزيزة بشميونتها يا ربي باسم الحي العظيم. أنا الترميذة أسعد داخل نجارة، أسكن حاليا بالسويد، جاي زيارة إلى العراق صار تقريبا أسبوعين في ستوكهولم لإجراء هاي المناسبة العظيمة اللي هي على الطائفة المندائية. هاي المناسبة هي مناسبة البروناي، الأيام الخمسة النورانية البيضاء اللي هي صارت بيها تجليات الخالق العظيم مسبح اسمه، اللي هو أعلن بيها عن صفاته للوجود. يعني قبل هاي الأيام كان الخالق مستتر في مكانه الخاص، ما حد يعلم به، ما حد يعرف أي شيء عنه، هو موجود منذ الأزل. لكن في هاي الأيام الخمسة أعلن بيها عن صفاته، أعلن بيها عن صفاته النورانية، وبذلك بدأ الخلق النوراني. هاي الأيام مميزة عن أيام السنة بصورة عامة. احنا السنة بصورة عامة هي تتكون من 365 يوم. السنة المندائية التقويم المندائي يتكون من 12 شهر، الشهر يتكون من 30 يوم، فتكون المجموعة 360 يوم. هاي أيام السنة العادية تبقى إضافة لها هاي الأيام الخمسة البيضاء، الأيام البروناي الخمسة، هي ما محسوبة من أيام السنة. هي هاي الأيام يوصفها بالنص، يقول هي كلها نهار ما يشطرها ليل. لذلك احنا في هذه الأيام بالصلاة كلها نقرأ صلاة الصباح، كلها يعني نقرأ الصبح. أيضا بالحالة الاجتماعية يعني من يصير لقاء يعني الأشخاص، ما حد يقول للثاني مساء الخير أو مساء، كلها صباح الخير. يعني هذا كله يعتبر هاي الأيام الخمسة هي تعتبر كلها صباح، ما بيها ليل ما بيها ظلام. هاي الأيام عكس باقي الأيام كلها. احنا بالأيام العادية المعروف عنا انه طقوسنا تقام من شروق الشمس لغاية مغيب الشمس. هاي الأيام الخمسة تقام الطقوس بها على مدار ال 24 ساعة بالكامل. يعني هاي الخمسة أيام اللي هي 60 ساعة تقام بها، العفو 120 ساعة تقام بها الطقوس على مدار الساعة. الطقوس الأساسية اللي تقام في هذه الأيام، الطقس الأساسي وطقس المصبتة اللي هو الصباغة، هذا يقام لأول شيء يقام لجميع رجال الدين. كل رجال الدين يعيدون صباغتهم مرة ثانية، الإشكندي مالتهم اللي هم المساعدي رجل الدين أيضا يصبغون. بعد ذلك نصبغ كل أنفس المندائية، كل المندائية اللي يردون يجون رجال والنساء والأطفال اللي يحبون يصبغون في هذه الأيام الخمسة. كذلك من الطقوس أيضا اللي يصير هو طقس طراسة الشخنتة اللي هو بيت الطين اللي موجود هناك، إذا شفتوا حضراتكم، هذا تقام به على مدار السنة، يقام به طقس المسقطة اللي هو تصعيد الأنفس، مساعدة الأنفس على صعود العوالم النور. لازم هو هذا المندي يكرس في هذه الأيام. أكيد أكيد كل تجمع هو يعني يبعث الأمل بالحياة، يبعث الأمل بالسرور، إنه تشوف أنت ناسك، تشوف الناس يعني كلهم قاعدين، وخصوصاً أكو بعض الأشخاص إحنا يعني مفارقينهم من 10 أو 12 أو 13 سنة، تنطيك انطباع إنه الحياة مستمرة. وكل ما إحنا المندائيين بصورة عامة يعني نحب الحياة، نحب السلم، نحب ما نحب الحروب، ما نحب المشاكل، ما نحب الدم والقتل وهاي الأمور. فشوف دائماً طقوسنا كلها، كل كتبنا وكل طقوسنا تحث على المحبة، على السلام، على المؤاخاة بين البشر. ماكو كل واحد يعني
يعبد ربه هو إلى نفسه، لكن علاقتك ويا الناس لازم تكون علاقة علاقة مجتمعية. أنت هذا الشخص أنا اليوم ويا حضرتك أنا ما أعرفك، بس أحترمك لكونك أنت إنسان، ما أذيك، ما أضربك، ما تخطأ أكون من يحاسبك اللي هو الخالق، مو أنا. أنا ما مسؤول إنه أحاسبك، أنت بشر وأنا بشر، أنا ما أجي أحاسبك، أنا أيضا راح يحاسبني هو الخالق. أنت عندك عقل وأنا عندي عقل، فهذا إحنا نظرتنا للحياة، هاي نظرتنا للكون. أكيد أكيد. شوف أنا قبل لا أصبح رجل دين أنا كنت معيد في معهد تكنولوجيا، كان عندي أصدقاء يعني رئيس القسم كانت ست نغم طائفة يعني من المسيحيين، عندي أخوان مدرسين من الشيعة، عندي مدرسين أكراد، عندي مدرسين أصدقاء سنة، وهذا المجتمع العراقي الكامل. إحنا يعني من آلاف السنين إحنا عايشين في هذا المجتمع، ماكو فرق يعني. أنا على كل هذا دائما يعني الأصدقاء من كل المذاهب، من كل الأديان، من كل حتى يعني في هاي الأيام الخمسة زارونا من كل المكونات، المسؤولين والممثلين الأحزاب ومسؤولين بالدولة كلهم إجوا وزاروا، الوزراء، السفراء. فهو هذا دليل على أنه هي حالة واحدة. أنا قلت لك قبل شوية، هي أنت أهم شيء أنه أنت تحافظ على الإنسانية. من تحافظ على الإنسانية باقي الأمور كلها تصبح لا شيء. أنت إذا أصبح يعني إذا حافظت على إنسانيتك راح تعامل ويا كل الناس على أنه هم يعني كلهم بشر سواسية، ماكو فرق بين هذا من هذا الدين وهذا من هذه الطائفة وهذا من هذا المعتقد وهذا لونه كذا وهذا لونه كذا، إذا ما راح أصير مشاكل. إحنا هناك بالسويد نتابعها بكثرة السومرية، يمكن هي بس السومرية الوحيدة اللي موجود يعني عندهم الأب اللي ممكن يشوفها عن طريق الإنترنت. ف يعني قناة السومرية يعني نوجه لها كل الشكر والاحترام والتقدير لمتابعاتها ولتسليط الأضواء على هاي المناسبات اللي يعني تكون موجودة بالمجتمع العراقي حتى الناس تتعرف عليها والناس تشوفها. شكرا جزيلا لحضراتكم. الشيخ انمار عودم هاوي امين سر المجلس الروحاني العام في العراق طائفة السابع المندائي. اليوم هذا احلى مناسبة البروناية وهو الخلق العلوي لعوالم النور، مدته 5 أيام، لا يفصل بينها ليل ولا نهار، نقيم فيها الطقوس الدينية تقربا لله سبحانه وتعالى، وننحر بها الذبائح مثل ما تشوفون، ونقيم طعام الغفران، بالإضافة إلى تكريس بيت العبادة في اليوم الأول كرسناه اللي هو يمثل الطقوس الدينية، تمثل الطقوس الدينية العليا. نقيم هذه الطقوس على أرواح المتوفين، بالإضافة إلى طقس التعميد اللي نجري للمندائيين من رجال ونساء. طبيعة طقوسنا المندائية أنه من نقيمها نغتسل بالماء الجاري وضمن حدود معينة نسميها الميسرة. هذا الحد المعين إذا غطسنا بالماء الجاري وطهرناه باسم الحي العظيم ممنوع بعد إحنا نطلع خارج هذه الميسرة، وممنوع أحد يتقدم علينا أو أي شيء خارج. يعني هسه أبسط شيء حتى المايك أنه ما نقدر إحنا ندخله داخل هذه الميسرة لأنه يعتبر شيء خارجها، فأي شيء خارج هذه الميسرة وما مرسم باسم الحي العظيم ما نقدر نستعمله خارج هذا الشيء. وأني رجل الدين ومساعد مالتي يكون شاهد على عملية الذبح، أقول يعني نحد السكين أنه لازم من الحديد وتكون حادة، لأن يقول لا تذبحوا بسكين غير بسكين غير حادة أو غير حامية. فنقول بس نقول على المنحر مات الذبيحة باسم الحي العظيم، الله باسم الحي العظيم بثاهيل وهو الملاك المسؤول عن أرواح الحيوانات، بثاهيل تفقدك
والله ناداك ذبحك مقبول وحلال ليعطي منه كل من أكل منه الصحة والعافية وغفران الخطايا. بعد عملية الذبح أنه نقيم بها عملية نحر الكاملة، نتأكد من خروج الدم بصورة كاملة من الجسم من جسم الذبيحة. بعدها نقوم بالتحليل من خطيئة الذبح بالماء الجاري، نغسل السكين ونقول باسم الحي واسم عارف الحياة منطوق علي، لأن أنا باعتبار رجل دين اللي ذبحت فعلي خطيئة. ذبحت بالحديد وتحللت منه، ذبحت بالحديد وتحللت منه بالمياه الجارية، أنا الذابح وربي الغافر، ليعطي كل من يأكل من ذبيحتي الصحة والعافية وغفران الخطايا. احنا نحب نهني الشعب العراقي بصورة عامة وأبنائنا المندائيين في العراق والعالم أجمع بمناسبة عيد البروناية، وندعو الحي العظيم أن يزيح هذه الغمة عن هذه الأمة العراقية الصابرة، وندعو من خلال هذا اليوم كافة أخوتنا السياسيين بأن يتحدوا وأن ينظروا ويضعوا العراق نصب أعينهم، وأن لا يضعوا المصالح الشخصية الضيقة هي الأولى في أمورهم. نعتذر من أخوتنا المشاهدين الكرام لابتعادنا عن المايك ولذلك يكون الصوت ضعيف، نعتذر جدا منهم لأن أثناء طقوس دينية ونحن معذورين. باسم الحي العظيم بشميهون أدهي ربي إلهام عمارة عضو مجلس عموم في الطائفة السابقة المندائيين. مناسبة عندنا جدا مهمة، أيام البرونايا المباركة، 5 أيام أيام مباركة يلتقي بها أبناء الطائفة ويتوافدون لأداء الطقوس بعد نصب درفش اللي هي يهانة ونتبارك به والنزول إلى اليردنة الماء والصباغة فيه، لأن الصباغة جدا مهمة عندنا، ما يتم أي طقس ديني إلا بعد يعني الارتماس بالماء طهارة النفس والجسد قبل كل شيء. وهذه مناسبة جدا مهمة بهذا اليوم، من نطقة ومن كلام الله سبحانه وتعالى تكونت الملائكة العظام وتتوافد هاي المناسبة. هاي المناسبة طبعا لا تفرق عندنا زي المرأة أو الرجل، الملابس الدينية نفس الشيء بالنسبة للمرأة والرجل، تتكون من 5 قطع: الشروال والثوب والنصيفة والفوطة والهميانة. تتكون بالنسبة للمرأة والرجل حتى بالدين يعني، والحقوق والواجبات بين المرأة والرجل عندنا ما يختلفون يعني متساويين يعني حسب الشرع الدين المندائي، حتى بالميراث بأي كل الشغلات متساوية يعني مناصفة ما عندنا فرق. والديانة المندائية طبعا مطية حق المرأة يعني جدا مهم، ومطية كافة حقوقها الديانة والشريعة الدينية بالنسبة للمرأة. من بعدها يعني نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى يعني بالدعاء والتسبيح والتهليل والصلاة، ومن بعدها عمل اللوفاني وهو يعني للمتوفين وتخفير الخطايا يعني. وهاي 5 أيام تحتفل بها المندائيين وأداء الرسوم والطقوس. في الديانة المندائية ديانة السلام والمحبة، وتحث على صلة الرحم يعني بين أبناء الطائفة، وعندنا مشاركات أيضا مع أخوتنا بالإنسانية يعني يزاورونا ونزاورهم ويشاركونا أفراحنا ونشاركهم أفراحهم يعني، وبكل يعني المناسبات وزيارات طيبة بيناتهم يعني. من خلال منبركم ومن خلال السومرية وجزيل الشكر والامتنان والتقدير لهذه القناة الطيبة اللي شاركتنا بهذه المناسبة وتوصل صوتنا همينة يعني. العامل السياسي مهمش بالنسبة للحكومة، وإحنا نحمل الحكومة المسؤولية يعني متى تلتفت، لأن إحنا عندنا مجلس سياسي ليش متروك يعني بأي شيء ما إلى هسه. أبسط شيء
تصير حوارات سياسية، ادعوا من الأقليات ولو هي كلمة الأقلية. بالنسبة لنا احنا معيبة كلمة الأقلية، لأن احنا السكان الأصلي بالعراق، احنا أرض الآباء والأجداد، احنا بذرة التوحيد، احنا أول من الولد على هذه الأرض، احنا صحف آدم. يعني مع كل الأسف ونخجل من كلمة أقلية، احنا مو أقلية، احنا كنا أمة كاملة، من هلال الخصيب إلى الجزيرة العربية إلى بلاد اليمن إلى كل المناطق، إحنا كنا أمة وإنا حضارة وإنا تاريخ ومعروفة. عندنا منطقة ميسان اللي يطلق عليها باللغة المندائية ميشان، معروفة أمة كاملة دولة، يعني ومعروفة الحضارة السومرية وغيرها، هي حضارة مندائية وتراثها معروف وحضارتها معروفة، يعني غنية عن التعريف. لكن احنا نطالب من خلال قناتكم يعني لقاءات، حوارات عن الدين، عن السياسة، عن الاقتصاد، عن الظروف الصعبة اللي تمر بها هذه الطائفة، يعني ولو جزء بسيط من حقوقها. احنا كافي صراحة، يعني بعد ماكو صبر وقابلية للتحمل للمجاملات، احنا ناس واقعيين نريد الجد والعمل الصادق، نريده مجاملات. احنا يعني يجي يزورك مجاملة، باقة ورد مجاملة، لكن أنا أريد عمل جاد ومثمر وطيب، لأن إحنا ندعي دائما بالمحبة والسلام وإن شاء الله يدوم على العراق. مو بس إنه والله أول ما توجهنا بالدعاء للعراق يزيح هذه الغمة عنه، والعراق بلد جريح، لكن هواية هواية نقصة من أمور اقتصادية سياسية، شعب جوعان، شعب تحمل الويلات، تحمل المأساة، تحمل الحروب. يعني إيش ما نقول بالعراق ونتكلم عن العراق شيء يعني كلش قليل بحقه، يعني جدا أشياء قليلة بحقه، إيش ما نقول، لأن بلاد مظلومة، العفو يعني شعب مظلوم إحنا. وجزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى قناتكم السومرية، وجزيل الشكر جدا إلها والكادرها. اسم الحي العظيم الاشكندة هشام الشاوي، بمناسبة أيام البروناية المجيدة أقدم التهنئة للشعب العراقي عامة ولأبناء الطائفة الصابعة المندائين بصورة خاصة. في هذه الأيام البروناية البيضاء هو عيد الخليقة، واللي يمر علينا ذكراه كل سنة بهذه الأيام لمدة 5 أيام. يتوجب على أبناء الطائفة الصابعة المندائيين التعميد واللبس الملابس المندائية الخاصة به، هي الرستة اللي تتكون من 5 أجزاء: الملابس، الثوب والسروال والعمامة وأيضا النصيفة والحزام القطني اللي هو الهميانة. بهذه الأيام اللي جميعها وجميع صلواتها يكون صلاة النهار، بحيث حتى في الليل عندما يقوم الصلاة لأبناء الطائفة نصلي بصلاة الصباح، أي نهارا لمدة 5 أيام وفي ليلة واحدة. وأيضا في تقويم الطائفة الصابعة المندائيين ل12 شهر، هذه 5 أيام لا تذكر وإنما تعتبر كشهر بحد ذاته. يمر علينا بهذه الذكرى هواية أمور ويجري بها طقوس دينية مندائية، من عندها عروج الميت اللي هو نسميه القماشي لذكرى المتوفين، وكذلك التعميد في جميع الأيام وفي جميع الأوقات. هذه شيء بسيط لأيام البروناية المجيدة. نشكر جميع الوافدين من جميع أبناء الشعب العراقي والقنوات وقناة السومرية خاصة لتغطية هذه الاحتفالية لأبناء طائفة الصابعة المندائيين وتواجدهم في العراق، ونتمنى أن يعم السلم والسلام في ربوع شعبنا العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ونشكر جميع من قام بتهنئة أبناء طائفة الصابعة المندائيين كافة، وشكرا جزيلا.
السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وبجيتكم هنا، واحنا نتعمد بهاي طقوسنا الدينيه العيد البروناي عيد الخليقه، اي ونتعمد ونؤدي طقوسنا الدينيه ونسوي ثوابات، وهذا زوجي دا يسوي ثواب همينه، دا يسوي ثواب يعني دا يخبز ويسوي السمك والعلم خضر زين، واحنا نقول عليها يلوف عليها يعني، وحتى شنو توصل للامواتنا صير اني صير اسوي يعني اساعده وهاي، بس لازم اتعمد حتى اساعده زين، من اساعده بس هو اللي يقرا، مو انا ما يصير، المراه عندنا ما تصير تقرا بس الرجل يصير يقرا اي، وحتى توصل يعني الرجل دائما يكون هو الرمز مثل ما يقول اي، وهاي يعني مناسبتنا الخمسه الايام نتعمد بيها ونصلي بيها ونندعي وندعي للعالم وللعراق اجمعين. اي عندنا المخضر مثلا الفواكه السمك الطحين تمن ويا الطحين العادي نخبزهن زين، نسميها يعني شلون نقول رصاعه بالعاميه زين اي، وبعد والملح لازم الخشن وياهن ويا نحطها، مو الملح اليود لان ما يصير هذا مصنوع، واي شيء مصنوع ما يدخل بالثواب، وخصوصا احنا بهاي الايام اي شيء مصنوع ما يدخل وياه بالاكل، وحتى احنا لازم نصوم يعني عندنا خمس ايام قبلها على نمتنع عن اللحوم عن الدجاج عن كل البان والهاي بس على المخضر، وهاي الايام شنو مخلوق بيها ما يصير، يصير الذبيح السمك نشوي كله شوي بدون لا زيت ولا كل شيء، اي ما يصير مو هو لازم، هاي احنا ديانتنا ما يصير واحد يطخ، خاف واحد مثلا يعني مثل ما يقول ما متعمد او هاي، بس اللي متعمد يصير يطخه بس غيره ما يصير، يجوز هو يعني مثل ماكل ما صايم مثلنا صيامنا ما ملتزم. هاي الياسة هي ترمز تكملة طقوسنا الدينية حتى نكمل مراسمنا بها، اسمها الكليلة، هي متكونة من الياس زين. اهلا وسهلا بالسومرية وحياكم الله وكل عام وانتم بخير، وهذا اليوم نحتفل به خمسة أيام مباركة هي أيام بيضاء بالسنة، وهي غير محسوبة بالسنة، هاي الأيام خمسة ما محسوبة بالسنة عندنا، لأن يعني أيام نظيفة نقدر نعمل بها ثوابات يعني ليل ونهار، مو بس بالنهار، بالليل نقدر نصوم ونصلي وكذلك نعمل ثوابات زين. وديانتنا هي ديانة مندائية سومرية زين، نبينا هو إبراهيم عليه السلام، ونبينا هو المهم يحيى بن زكريا، وكل عام أنتم تحتفلون بزكريا بهذه المناسبة السعيدة وتطلبون من عنده، وبهذه المناسبة نعمل الثوابات للمتوفين زين، هو متكون من طحين التمن والسمك وأنواع الخضرة، ولازم نجي للنهر الجاري حتى يكون ثوابنا واصل زين. وديانتنا هي الأركان الديانة المندائية خمسة، الصوم والصلاة والزكاة والصباغة زين، كما هي عندكم موجودة، والصلاة عندنا ثلاثة أوقات، هي كانت خمسة بس قللها نبينا يحيى لأن ظروف والمعيشة والهاي صارت ثلاثة أيام. الرجل لازم يكون يعرف يطبخ ويعرف يسوي ثوابات زين، أهم شيء هو الرجل، المرأة تساعد الرجل بهذا الطقوس. وبالنسبة للقراءة اللوفاني بعد شوية من تجي تقرأ أقرأ يعني الملواشة، وهي الاسم الديني الثاني اللي عندنا اللي نحترمه، هو اللي رمز يعتبر للصابئ المندائيين، ونقرأ الثوابات كل واحد على حدة حتى يوصل له الثواب. إيه لأن إحنا بهاي الفترة لازم ما ألزم أي شيء حتى يكون ثوابي واصل ونظيف ويتقبل الله سبحانه وتعالى. نقرأ سواثة إلهنا هو لقشمات إشمات من ذاتي مدخل ياطاتها تتقبل طبوتها تياورزي وسيمات هي، ونتكمل الملواشة على كل واحد اسم الاسم الديني. مثلا هسه اسمي أنا سمير جبار حبيب اسمي، بس اسم الملواشة مهتة مهانة برسيمت فأقرأها زين، وبعدين أقرأ الملاويش اللي يجي مثلا والدته والده أخوه شهيد أو متوفي أي كان، المهم نأدي المراسيم حتى توصل هذه النعمة للشخص المتوفي. يجوز تلبس أنت شو اسمه خشبي، يكون حذاء خشبي تلبسه، وإذا ماكو اعتيادي عادي تلبس حافي، ولازم قبل ما تسوي تنزل بالمي تقرأ ثلاث مرات بوثة حتى تكون نظيف جسمك
بهدومك وتقرأ الكتاب مالنا، عندنا كتاب النياني زين، سورة شو اسمه الصباحية، شلون عندكم انتم نقرأ البوثة، تسموها البوثة، ثم نأتي نحضر المواد لقراءة اللوفاني. فضكم صحة وعافية، ونتمنى للعراق الأمان، وإحنا شعب يعني ضمن الأقليات زين، ولو مضطهدين بس ما الحمد لله والشكر ما أننا مكانة بالدولة، يعني إحنا واصلين، يعني عندنا شخصيات بارزة مثل عبد الجبار عبد الله الشاعر، وعندنا كذلك شعراء، وعندنا علماء بارزين خدموا هذا البلد. ونتمنى لكم الصحة والعافية والأمان لكم، ويحفظ العراق إن شاء الله بالسلام والخير والصحة والعافية. صباح الخير، بمناسبة عيد البروناية أحيي كل أهلي الصابي المندائيين في العراق وفي العالم. أنا رفاه حسين الهلالي، محامية وباحثة اجتماعية في المحكمة الشرعية المندائية في العراق، وعضوة جمعية يردنة الخيرية. أشارك أهلي اعتيادي في العيد اللي هو 5 أيام، تسمى بالخمسة أيام البيضاء البرونايا، وهي 5 أيام متوالية ليل مع نهار تجرى فيها الطقوس الدينية التي عادة تنتهي في الأيام الطبيعية، تنتهي مع مغيب الشمس، لكن في هذه الأيام تبقى الطقوس متواصلة 5 أيام الليل مع النهار، يجرى فيها التعميد للأشخاص العاديين، ويجرى فيها أيضا طقوس 5 أيام تجرى فيها طقوس التعميد متتالية للنساء وللرجال، وتجرى فيها مراسيم طعام الغفران للموتى ويسمى بالمندائية باللوفاني، وكذلك تجرى فيها مراسيم من لم يمت وهو يرتدي الملابس البيضاء، الموت المفاجئ أو الموت بحادث سيارة أو بحادث حرق أو أي شيء آخر، لأننا نلبس المتوفي المحتضر، نلبس المحتضر ملابسه البيضاء ونعمده قبل أن يتوفى بساعات، لكي تخرج الروح من مكان طاهر ونظيف. فمن تحدث وفاته بشكل مفاجئ ولم يحصل على هذه الملابس، الآن يحاولون أن طقس هو يعملون هذا الطقس له الآن في هذه الخمسة أيام فقط. في هذه السنة شيء غير عن المعتاد، أنه أولاً قلة عدد المندائيين، لأنه غالبية المندائيين سافروا وهاجروا، لم يسافروا، هاجروا، تركوا البلد لسبب ولآخر، وكلها أسباب معقولة وشرعية بالنسبة لهم. هذا العام بالرغم من قلة العدد يحاول القائمين على شؤون الطائفة، وبالتخصيص الأستاذ عدي رئيس شؤون الطائفة، حاول أن يظهر الطائفة بمظهر وحلة أحلى، ابتداء من درج الشريعة، احنا نسميه هذا موقع التعميد نسميه الشريعة، ابتداء من درج الشريعة كل مصبوغ جديد وتنظيف الساحة، وكانوا يسهرون عليها 5 الصبح. ثم هاي لأول مرة أشوف الجانب الثقافي أدخله مع الجانب الديني
في تحلية المكان، حيث أقامت الشابة الرائعة فرح أقامت معرضها اللي أنتوا دا تشوفوه، هذه أعمالها اليدوية وعرضتها. أتمنى طبعا من كل شاباتنا المبدعات أن يحذون حذوها، أن يعرضون كل اللي عندهم. إحنا عندنا بصراحة الكثير من القابليات الشبابية، الكثير من المستويات العلمية والأدبية والثقافية، فأتمنى أن الجميع يحذو حذو فرح ويعرض نتاجاته بمثل هكذا مهرجانات. الحلو والرائع بالشابة فرح ما اقتصرت على الجانب المندائي فقط، هذه آية الكرسي واحدة من أعمالها، وحاولت هي باعتقادي هي مولعة بالفن البغدادي الأصيل، فكل كل أعمالها أعمال بغدادية. هذه رقعة الطاولي اللي ما أعتقد أكو بيت ببغداد يخلى منها، فشي مميز جدا مميز طبعا، وعاشت إيدها. هذه الكوابة، هني شغلات جدا إبداعية صراحة وحلوة. هاي شغلات بغدادية، ماكو بيت بغدادي يخلو من اللون الأزرق ولا من هذه الأشكال. الخياطة، الخياطة البغدادية، كلها حلوة بصراحة وكلها مميزة. كف فاطمة، يعني شغلات تعكس الفن البغدادي الأصيل. أتمنى للشابة فرح الواعدة كل النجاح هالعام والأعوام المقبلة. أنا اسمي رشا ياسر شرهان، خريجة معهد تقني. إحنا بكل سنة نحتفل مناسبة عيد الخليقة، وكل عام وكل المندائين بألف خير إن شاء الله، صحة وسلامة على الجميع إن شاء الله يا رب. يعني إحنا نجي نسوي ثوابات، أو يجون أقاربنا من غير محافظات هنا نجتمع ونحتفل هنا، نسوي أكل وهذه، ويعني يجمعنا يعني الصداقة ويا الناس، يعني الصديقاتنا يعني معارفنا ونتونس. يعني حسب، اكو ناس تجي ب 11، اكو ناس بالعشرة يعني ب 12، اكو ناس تجي ورا الظهر الحد الاربعة الحد هيك. يعني الاكلات اللي يشتهون بها الطائفة صاب المندائين هو يعني السمج، هو يستخدمونه يعني للثواب، وبعض الفواكه يعني مثل التمر او النبض والفواكه، يعني بعض الفواكه. أنا عدي أسعد خماس، رئيس مجلس الشؤون الصابية المندائين. أحب أولاً أن أتقدم بالتهنئة وأجمل التبريكات إلى أهلنا في العراق وفي العالم، وإلى أبناء شعبنا الكريم بمناسبة حلول عيد البرناية، عيد الخليقة المبارك، أعاده الحي العظيم على وطننا وشعبنا، وهو ينعم بالأمن والأمان والسلام. تواصل حضور العوائل المندائية إلى هذا المكان المبارك أرض التعميد على ضفاف دجلة، وأيضا تواصلت الطقوس الدينية في البصرة والعمارة والناصرية وكركوك وأربيل، إضافة إلى المناطق الأخرى احتفاء بهذه المناسبة. وكذلك تواجدت وسائل الإعلام المختلفة التي غطت هذه المناسبة الكريمة، ومنهم ومنا لهم ألف شكر وتقدير على هذه المبادرات الكريمة. وأيضا كانت قناة السومرية حاضرة من خلال تقارير إخبارية نوعية، وكذلك حضورهم اليوم لتصوير برنامج
52 دقيقة، وهو برنامج يغطي محاور عديدة من محاور الحياة العامة في العراق. يشرفنا جدا أن نتحدث لهم اليوم، وأيضا لا ننسى أن نشكر كل من زارنا في هذا اليوم المبارك وأيام العيد، ومنهم عدد من السادة المسؤولين وعدد من فعاليات المجتمع المدني وعدد من الفعاليات الشعبية وشيوخ العشائر وغيرهم الكثير الذين تقدموا بالتهاني، وأيضا شيوخ العشائر العربية الأصيلة. ارتئينا في هذا العيد أن نقدم شيء جديد، أن نعرض بعض الصور التي تؤرخ للفلكلور الديني والثقافي وكذلك الاجتماعي للصابية المندائيين من خلال استعانتنا بعدد من الوثائق والصور الفوتوغرافية المجهزة بشكل مسبق من قبل رئاسة الطائفة. أولى هذه الوثائق هي زيارة وفد الصابية المندائيين في عام 1966 إلى فخامة عبد الرحمن عارف رحمه الله بعد تولي المسؤولية، وأيضا كانت تضم رئيس الطائفة آنذاك وعدد من المشايخ ورجال الدين، وهذا يدل على أن الصابية المندائيين هم يتواصلون مع الفعاليات الرسمية وغيرها في مختلف الأزمان والعصور. هناك أيضا صورة أخرى توثق لوقوف عدد من وجهاء الصابية المندائيين لقراءة الفاتحة على روح عبد السلام عارف بعد وفاته عام 1966 رحمه الله، وأيضا يعني تقديم إكليل من الورد بهذه المناسبة الحزينة. طقس الزواج في الديانة المندائية هو طقس له خصوصيته الكبيرة، انطلاقا من المكان الذي يقام به اللي هو الأندرونة بيت القصب، إضافة إلى تواجد اثنين من رجال الدين ومساعد لرجل الدين يسمى الإشكندة، ويدخل العريس إلى هذا المكان وتكون العروس بانتظاره في مكان آخر، ويتم هناك نوع من المراسيم الدينية التي تؤكد على توحدهم وتقاربهم، ويؤكد رجل الدين من خلال قراءة الكتب الدينية على أنهما واحد يكمل الآخر وواحد يستمع إلى الآخر وواحد يحب الآخر مدى العمر ومدى الحياة. الشيء الرابع هو استعانتنا بصورة تمثل عدد من أبناء الصابئ المندائيين في ثلاثينيات القرن الماضي وربما عشرينيات القرن الماضي، تضم عدد من رجال الدين وعدد من وجهاء الصابئ آنذاك. ما يميز هذه الصورة الملامح العربية الأصيلة التي تميز بها أبناء الصابئ المندائيين، وكذلك الملابس العربية التي كانوا يرتدوها خارج أيام الطقوس الدينية والتي تمثل إحدى السمات البارزة للصابئ المندائيين. طقس المصبتة أو التعميد هو أحد أركان الديانة المندائية، يمارس على ضفاف الأنهر سواء في بغداد أو في المحافظات، والآن يمارس خارج العراق أيضا على ضفاف الأنهر. هذه الصورة توثق لطقس الزواج، يسبقه طقس المصبتة التعميد عام 1967 في منطقة الكريمات مجاور السفارة البريطانية، كان هناك منزل رئيس الطائفة آنذاك عبد الله الشيخ سام والد العالم العراقي الكبير عبد الجبار عبد الله. هذا طقس المصبتة، وبعد أن يكمل تعميده الشخص كان يذهب إلى منزل عبد الشيخ عبد الجبار الشيخ والد عبد الجبار عبد الله الشيخ عبد الله الشيخ سام، ويكمل طقوسه الدينية داخل البيت اللي كان يحمل طراز معماري جميل، ولكن للأسف هذا البيت قد تهدم مؤخرا بسبب عوامل يعني العوامل الطبيعية. هذا طقس الزواج وما يرافقه من أفراح ترافق يقوم بها يعني ذوي العروسين على ضفاف دجلة. هذه الصورة في عام 81 على ضفاف دجلة في منطقة الدورة، عندما كان هناك مندى صغير للصابئ المندائيين، وهو أول مندى للصابئ المندائيين في هذا المكان في بغداد. ولاحقا في عام 83 تم بناء معبد الصابئ الحالي في منطقة القادسية، وتم افتتاحه في تشرين الثاني عام 1985. من الورش التي تدرب بها أبناء الصابئ المندائيين على مهنة الصياغة. الصياغة هي إحدى الحرف والمهن التي تميز بها أبناء هذه الطائفة الكريمة، وهي مهنة الأجداد وانتقلت إلى الأحفاد. هذه الورشة أقيمت في شارع المستنصر شارع النهر عندما قدم أول صائغ مندائي في عشرينيات القرن الماضي، وهو الشيخ عنيسي الفياض الذي سمي بصائغ البلاط الملكي
وكان هناك استجابة كبيرة من البلاط الملكي وسمي بصائغ البلاط الملكي، ولاحقا تم تواجد عدد من صاغة الصابئة وقدومهم من منطقة العمارة وغيرها إلى بغداد، وهذه إحدى الورش لبعض الصاغة الذين أصبحوا من أمهر الصاغة في مراحل لاحقة لهذه الصورة. أيضا كانت الصابئة المندائين إبداعات كبيرة في مجال النقش على الميناء و تقديم أعمال كبيرة والنقش على الفضة وتقديم والمشاركة كذلك عفوا في معارض هامة في نيويورك في فرنسا في القاهرة في عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، كان من أبرزهم حسني زهرون، كان هناك عباس عمارة، كان هناك ياسر صقر الحيدر، كان هناك جبر زهرون، عبد سلوم، ورعيل كامل من الصاغة الصابئة المندائين الذين أبدعوا في مدن العراق وتركوا بصمات لا زالت حاضرة في نفوس العراقيين، وتميز الصابئة في هذا الفن إضافة إلى تميزهم في صناعة الأبلام والقوارب والمشاحيف في جنوب العراق وصنع الفأس وبعض الأعمال الخشبية الأخرى التي ميزتهم. هذه الصورة في عام 99 أو 2000 عندما يعني أقدمت رئاسة الصابئة المندائين على مبادرة كريمة ومتميزة تمثلت بطبع كتابنا المقدس جنز ربة، وهو تعاليم آدم أبو البشرية سلام الله عليه، إلى اللغة العربية ترجمته من اللغة المندائية وهي فرع من اللغات الآرامية وهي من اللغات الشرقية القديمة إلى العربية، وترجم لأول مرة في تاريخ هذه الطائفة، وظهر يعني أظهروا رئاسة الطائفة بأبهى صورة من خلال طبعة بأعلى درجات الفنية، وكانت هناك لجنة الأساسية في الترجمة تمثلت بالدكتور مت يوسف قوزي الأستاذ المسيحي في كلية اللغات المتخصص في هذا المجال، ساعده الدكتور صبيح مدلول السهيري وهو أحد الأكاديميين المندائيين، وكانت هناك لجنة من أربع شخصيات من المندائيين، كان فيها دكتور بشير عبد الواحد، وكان فيها الأستاذ حمودي مطشر، والأستاذ نزار ياسر، والأستاذ المرحوم داخل يوسف عمارة الذي توفى قبل أيام. هذه اللجنة أسهمت في الإشراف على الترجمة، ثم أضيف إلها الأستاذ الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله الذي أجاد في الصياغة اللغوية لهذه الطبعة التي ظهرت في عام 2001 عندما أقام المندائيون حفل كبير وأظهروا هذا الكتاب ووزع إلى الحاضرين جميعا الذين مثلوا نخب المجتمع العراقي آنذاك، وأتشرف أنا كنت أحد الحاضرين في هذا المكان المبارك في مندى الصابئة مجاور مجمع الوزراء سابقا، والآن نعمل على إعادة طبعة من خلال جهود وزارة الثقافة التي تبنت من خلال معالي وزير الثقافة الأستاذ حسن ناظم، تحياتنا إلى دائما وزارنا قبل يومين تبنت إعادة طبع 3000 نسخة من هذا الكتاب إضافة للمطبوعات الأخرى. هذه الوثيقة أيضا بتوجيه من معالي وزير دكتور حسن ناظم وجه دار الكتب والوثائق، والتحية للسيد المدير العام الذي أطلق لنا أربع وثائق تظهر لأول مرة. هذه إحدى الوثائق الصادرة من البلاط الملكي الديوان في 23 تشرين الثاني 1932، تقول هاي الوثيقة أنه في عام 32 وافق جلالة الملك على تسمية الصائغ الخاص عنيسي الفياض صائغ للأمير غازي تشجيعا لكم على عملكم تشجيعا للصائغ. هذا جهد حاولنا أن نقدمه للناس، وإحنا مسرورين جدا أن نحتفي ويا عوائلنا الكريمة بهذه المناسبة. شكرا لمن قال كل عام وانتم بخير لإخوانهم المندائيين، شكرا لكل من زارنا وقدم التهاني بهذه المناسبة الكريمة، نشكر من الأعماق أهلنا الكرام على تواصلهم وتواجدهم. انطلقت الصلوات من هذا المكان إلى الحي العظيم أن يحفظ العراق ويحفظ شعبنا الكريم ويحفظ أهلنا الكرام، وإن شاء الله يا رب يحل السلام والأمان ربوع عراقنا الحبيب بجهود الجميع، ونتمنى صراحة على الحكومة القادمة أن تكون حكومة وطنية خالصة تعمل على تحقيق متطلبات أبناء هذا الشعب، ولا ننسى هناك مكونات أصيلة في هذا البلد تحتاج إلى الدعم. يسرنا جدا أن يتواجد الوزير والنائب معنا بالعيد والفعاليات الأخرى، نأمل أن ما ننسى هذه الطائفة التي تعرضت إلى الهجرة، أغلب أبنائها الآن مهاجرين 80% وغيره، لكنه إحنا موجودين ونقول الصابئة المندائين بألف خير والعراق بألف خير. شكرا مرة أخيرة لقناة السومرية على هذه المبادرة الكريمة، وشكرا للجميع.
الحي العظيم. أنا الشيخ ستار جبار حلو، رئيس طائفة صابع المندايين، أرحب بأجمل ترحيب بقناة السومرية ومشاهدي السومرية، وكل عام وأبناء شعبي والإنسانية وأبناء طائفتي الصابع المندايين بألف خير وبركة وسلام بعونه تعالى. نعيش هذه الأيام أجواء روحانية بمناسبة عيد الخليقة البرونايا، وهي خمسة أيام تجلت فيها قدرة الخالق العظيم الحي العظيم جل شأنه بخلق عوالم النور العليا من جنات وشخينتات ومساكن نورانية وملائكة. وفي هذه الأيام الخمسة أفصح ذاته العظيمة، ففي اليوم الأول تجلت صفة مارد ربوثة رب العظمة، وفي اليوم الثاني تجلت صفة إلهية رب الرب العلي، وفي اليوم الثالث تجلت صفة من ذاتي الرب العليم، وفي اليوم الرابع موذ قشطة رب الحق، وفي هذا اليوم الخامس تفجرت المياه الجارية وخلق منها كل شيء في عوالم النور العليا وعالمنا المادي العالم الأرضي هذا. في هذه المناسبة تجرى الطقوس الدينية الكبرى من تكريس المندي إلى إكساء المتوفين بإكساء المتوفين بالملابس النورانية. في عقيدتنا الديانة الصابئية الشخص قبل أن يتوفى يجب أن يكتسي الكفن ويغتسل ويلبس الكفن، وإن لم يحصل عليه بهذه المناسبة التي تزال فيها الحواجز بين الأحياء والأموات وتفتح عوالم النور العليا نقوم بإلباس المرأة بمرأة متزوجة بمرأة متزوجة. فأخذنا هنا لبست عن امرأة اللي هو اسمها الديني هو بث أنهر المرحومة منيعة سالم، فلبست مكانه. نجري الطقس الديني من خلال هذه القراءات باسمها وباسم آبائها وأجدادها، ويمثل هذا الطعام الغفران لهذه المتوفية اللي هي قضايا روحانية أكثر مما هي مادية. الملابس الدينية يجب أن تكون بيضاء قطن خالص ومغسولة في الماء الجاري، وتجرى الطقوس الدينية من قبل رجل الدين الجنزبرة مع أخيها من الجنزبرة عبد السلام والترميذة أنمار ومساعدينا الكرام، وهنا الأخ يلبس مكان الرجال المتوفين الإشكندة إيهاب. وهذه الطقوس تجرى كل عام. والله نتمنى الخير والسلام إلى شعبنا العراقي الطيب بمختلف أديانه ومذاهبه، وندعو إخواننا السياسيين إلى التنازل من أجل العراق واسم العراق، من أجل أن تتشكل حكومة وحدة وطنية تقدم الخدمات إلى الجميع دون استثناء، وتنهض بواقعنا العراقي المتردي إلى واقع أفضل. سلام وتحيات إلى جميع أهلنا العراقيين والإنسانية جمعا. اليوم شاركناهم حياتهم وتعرفنا عن هواي تفاصيل تخص الطائفة الصابع المندائين. يا رب يحفظ جميع أطياف العراق من الشمال للجنوب. لهنا وانتهى مشوارنا من برنامج 52 دقيقة. إلى اللقاء.